بقى مثل ما قلت لكم يا رجال، كل واحد بيدفع اللي بيقدر عليه، واللي ما معه من دا لا يدفع ابنه، انا بدفع عنه. يا جماعه، نيال فاعل الخير عند الله. بامرك زعيم، كل واحد بيدفع اللي بيقدر عليه، واللي بده يدفع يدفع للمختار ابو جلال، وابو جلال هو بيدفعهم للعيله المستوره. يا بي، يعني عدم مؤاخذه، الا نحن ما فينا نعرف مين هي العيله قبل ما ندفع؟ من امتى كنا نفضح العالم؟ ها؟ العيله المستوره ما حدا بيعرفها الا انا وابو جلال المختار. واللي حبه يدفع يدفع، واللي ما بده على كيفه، هو حر، انا بدفع عنه. لا يا بي، نحن بدنا ندفع، بدنا ندفع، بس يعني حابين نعرف هي المصاري بدنا ندفعها وين رايحه؟ بس هيك. شكري، نقلي على برا. شلون يا بي؟ عم اقول لك نقلي على برا. شو اطرش؟ ما بتسمع؟ نقلي على برا. بلا 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 يا بي، بسمع بسمع. الله يهديه، ما كان لازم اسال هيك سؤال. طول عمرنا بندفع بدون ما نسأل لمين عم ندفع، وهيك الثواب عند الله أكبر. والزمن دولاب، اليوم معنا بجوز بكرة نحتاج. خلاص يا أخي خلاص، نهكتي الحكاية.